أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن احتجاجات الطلاب المبتعثين في الخارج وعن معاناتهم المستمرة نتيجة تأخر مستحقاتهم المالية. طلب الطلاب اليمنيون في الخارج بسرعة صرف مستحقاتهم، معلنين تدشينهم ما أسموه برنامجا تصعيديا لانتزاع حقوقهم. جاء ذلك في رسالة وجهها الطلاب الدارسون في 11 بلدا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نشهد فيها الرئاسة والحكومة إيقاف معاناتهم في بلدان الابتعاث، ودعوا إلى ضرورة إيجاد آلية مناسبة لصرف مستحقات الطلبة في الخارج بشكل مستمر يضمن صرفها في موعدها المحدد. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من يحل مشاكل الطلاب أمام حالة اللامبالاة من قبل الجهات الرسمية؟ وإلى متى تستمر معاناتهم في دول الابتعاث؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بحت أصواتهم وتطورت معاناتهم وطالت خيبات أملهم، هذا هو حال الطلاب المبتعثين في الخارج جراء عدم الاكتراث لمطالبهم وعدم معالجة مشاكلهم، وهي أسباب ضاعفت من حجم المعاناة التي يعيشونها في بلدان الاغتراب. لم يختلف حالهم في هذا العام عن الأعوام الماضية، ولم يتحسن وضعهم عما كان عليه، سوى أنه تم ترحيل مشاكلهم من سنة سابقة إلى سنة جديدة، وهو دوران آخر في ذات الحلقة وفي نفس دائرة المعاناة غير المنتهية. سبق وأن رفعوا إلى الحكومة الشرعية والجهات المختصة مذكرات وبيانات عدة، وسبق أيضاً أن نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، غير أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب أو أنها لم تحدث على الإطلاق. في جديد المطالبات وجه طلاب الخارج في 11 دولة رسالة عاجلة إلى الرئيس هادي ورئيس الحكومة عبر سفارات الجمهورية في دول الابتعاث، وشدد الطلاب في الرسالة على سرعة صرف مستحقات طلاب الاستمرارية والإحلال والبدل لجميع جهات الإيفاد والذين يعانون الأمرين إزاء تأخر مستحقاتهم لأكثر من عام ونصف. وتعرف عن خيبة أملها واستغرابها من عدم الاكتراث الحكومة بمعارات الطلبة المبتعثين في الخارج، وعدم تجاوبها مع مطالب الطلاب الحقوقية التي سبق الرفع بها إليكم وإلى كل الجهات المختصة بالمذكرات والبيانات السابقة. جراء تأخر مستحقات الطلبة المبتعثين في الخارج لمدة تزيد عن النصف عام وبعضهم من العام والنصف. الطلاب طالبوا أيضا بالتحقيق في التلاعب الحاصل بمنح التبادل الثقافي من قبل السفارات في عدد من الدول وتوزيع المنح للمقربين بعيدا عن أي معايير شفافة وواضحة. مستقبل غامض يهدد الطلاب المبتعثين في الخارج وحال يسوء يوما بعد آخر، فبدلا من توفير أجواء تساعدهم على التفرغ لمسيرتهم التعليمية، ها هم يعودون مجددا لاحتجاجاتهم التي لم تتوقف ولم تتوقف معها مأساتهم الطويلة. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من موسكو عضو رابطة الطلاب اليمنيين يوسف باحاج. أهلا بك يوسف. أهلا بك أخي وجيه وبالسادة المشاهدين، ونشكر قناة بلقيس صوت اليمنيين على اهتمامها بقضايا الطلاب اليمنيين في الخارج. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذن يوسف، خرجتم اليوم بوقفة احتجاجية، ما هي أهم المطالبات التي نفذت الوقفة الاحتجاجية من أجلها؟ نعم، على عجالة سأسرد لك ما هي أهم المطالب. الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها اليوم في أكثر من 11 دولة مختلفة وأكثر من 40 مدينة في مختلف دول العالم، التي دعت لها الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للطلاب اليمنيين في الخارج. المطالب هي كانت متمثلة بصرف الربع الرابع للطلاب المبتعثين في كافة دول الابتعاث، وصرف الربع الأول طلاب ألمانيا هناك موقوفون لم يستلموا بعد الربع الأول ولا غيره من الأرباع، أيضا صرف الربع الثالث للطلاب التعليم الفني في لبنان، سرعة إرسال الرسوم الدراسية للعام الحالي، سرعة صرف مستحقات وتذاكر الخريجين. لدينا خريجين محتجزون لا يستطيعون العودة إلى أرض الوطن بسبب أن الدولة قاطعة عنهم معونتهم ومنحهم. أيضا طالبنا في هذه الوقفة وفي هذا البيان سرعة صرف مستحقات الطلاب العسكريين
ونريد من الحكومة آلية عمل وعمل جدولة لصرف مستحقات الطلاب وعدم تأخيرها بالشكل الربعي. يكفينا أنه كل موعد استلام ربع أو استلام المخصصات المالية للطلاب لا يتم صرفها ولا يتم تسليمها للطلاب إلا بعد وقفة احتجاجية ومطالبة وحملات إلكترونية ومناشدات وإلى آخره. هذه أهم المطالب التي قامت على أساسها اليوم ودعت إليها الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للطلاب اليمنيين في الخارج. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء مع يوسف. أرحب الآن بمن ينضم إلينا من ماليزيا دكتور عبود التميمي رئيس رابطة موفدي الجامعات بماليزيا. أهلا بك دكتور. حياكم الله الأخوة في قناة بلقيس وشاكرين لكم هذا التواصل وهذه التغطية الطيبة. بكل تأكيد هذا واجب القناة دكتور. يعني الآن عندما نتحدث عن مستحقات الطلاب، ما هو المعرقل لوصول هذه المستحقات إليهم؟ بكل وضوح يبدو أن هناك في تخبط وجهل إداري واضح وغياب الرؤية للحلول الجذرية، في فقدان للتنسيق والتنظيم المدروس بين الملحقيات والسفارات من جهة والوزارة في الداخل من جهة أخرى، التعاطي بين الأطراف المعنية يتم عبر طرق غير إدارية وغير مؤسسية وبعيدا تماما عن منهج إطار مؤسسات الدولة. هناك في عشوائية واضحة. على سبيل المثال مثلا تصدر هناك كثير من القرارات والتوصيات عبر تطبيقات الواتساب، لا تستند إلى أي أسس ولا إلى أي مبادئ متعارف عليها في العمل المؤسسي. هناك تغيير مستمر في الأشخاص القائمون على شؤون الموفدين في الوزارة. كل يوم نحن نكتشف أن لدينا مدير بعثات جديد، لدينا وكيل وزارة جديد. كيف يمكن لهذه الأمور أن تسير بوفق نهج واضح ومحدد لإيجاد رؤية لهذه الحلول؟ الشيء الآخر، في هناك غياب لدراسات واسعة للقرارات قبل إصدارها. على سبيل المثال الزملاء الذين يطالبون للتمديد في دراستهم أو الاستمرارية والمواصلة، كيف يعقل أن يتم الطلب من الموفد الحصول على خطاب من جامعته التي هي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، وأن خطاب يتم مخاطبة المعنيين في الوزارة في عدن؟ أي عقل أن يتم وضع مثل هذا الشرط التعجيزي ضمن شروط يجب استيفاء من أجل الحصول على قرار المواصلة؟ لا يعقل. هناك غياب واضح لا تخطئ العين، غياب عن التخطيط، هناك تخبط إداري، هناك فساد مستشري، هناك جهل إداري أيضا بالإجراءات. طيب هل يعني مبدئيا قرارات أو توجيهات الصرف تتم عبر الجهات المختصة وهناك إشكالات في إيصال هذه الأموال إلى الطلاب، أم أنها هذه التوجيهات أساسا لا تصدر من قبل المعنيين؟ بكل صراحة كل طرف من الأطراف يلقي باللوم على الآخر. الملحقيات والسفارات عادة تبلغ الطلاب بأنها رفعت بما لديها من كشوفات وأن الكرة في ملعب الوزارة، والأخوة الأفاضل في الوزارة يرمون بالكرة في ملعب السفارات والملحقيات بأن الكشوفات فيها بعض النواقص وفيها بعض ويوجد فيها عدم تحري الدقة وإلى آخره، والطالب يضيع بين هاتين الجهتين ولا يدري إلى من يعود. يعني بكل صراحة يعني في حلقة مفقودة غير واضحة لأي شخص سواء كان طالب أو موظف حتى في بعض السفارات والملحقيات. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور تميمي. أعود إليك يوسف باحاج. أنتم في موسكو، ما هو حجم أو عدد الطلاب الموجودين هناك في الرابطة الطلاب اليمني، وإلى أي مدى بالنسبة لصرف على مستوى الأرباع هو الأمر جيد بالنسبة لكم بالمقارنة ببقية الدول؟ يا عزيزي نحن هنا في روسيا بشكل عام، أنا لست في موسكو لكن في روسيا بشكل عام لدينا نفس الإشكالية التي تعاني منها أكثر الدول. روسيا تحتل
المرتبة الأكثر من ربما من حيث عدد ابتعاث الطلاب، لدينا أكثر هنا من 700 طالب أعتقد من يستلمون ومن هم مقيدون في سجل المنح، ولكن لا أحد يستلم مرتباته في التوقيت المناسب. لدينا مشكلة حقيقية، أتفق مع زميلي الذي قال أنه لا ندري أين تكمن المشكلة، هل في السفارات أم في الوزارة، وزارة التعليم العالي. ناشدنا الجهات المختصة، ناشدنا الملحقية الثقافية، السفارة هنا في موسكو، ناشدنا رئيس الوزراء أن نريد أن نجد حل لهذه المشكلة، ولكن لا أحد يستجيب لمطالب الطلاب. الحقيقة أنه سمعنا وعود عبثية لا أكثر وتسيب لا مسؤول من قبل الجهات الحكومية، ناشدناهم أكثر من مرة ولكن لا فائدة. لكن ما الجد الجديد، على سبيل المثال نتحدث مع سفير الجمهورية اليمنية في موسكو في موضوع الطلاب وأن هذا الأمر يجب أن تصرف، فيقول هذا من اختصاص الملحقية الثقافية، والملحقية الثقافية أصبحت كيان مستقل بذاتها لا شأن لها بالسفارة، وهذا الشيء لم نعهده من قبل ومخالف للأعراف والدبلوماسية أن تكون الملحقية الثقافية لديها قرار مستقل عن السفارة. لا ندري ما هو الحل. نحن نناشد من هنا من منبر قناة بلقيس صوت اليمنيين، نناشد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بسلامة وزير التعليم العالي وعبد الملك المخلافي أن يجدوا حل للطلاب. كفى عبثا بمستقبل الطلاب، كفى عبثا بالطلاب يتضورون جوعا، الطلاب مهددون بالفصل من الجامعات، لدينا طلاب منفصلوا من الجامعات، لدينا طلاب لهم سنتين لم يستلموا مرتباتهم، أنزلوا تعسفيا. لدينا هنا كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الوزير عبد الملك المخلافي أتى إلى هنا قبل فترة وكانت توجيهاته حبر على ورق ولم نرى أي شيء على الإطلاق. وزير التربية والتعليم منذ 3 سنوات لم يعمل شيء، ويعتبر يعني بالنسبة لنا إلى حد الآن وزير فاشل لم نجد منه أي شيء. أيضا لدينا هنا تسيب في السفارة، الرئيس عين سفير جديد الدكتور سالم الوحيشي، ظننا أنه سيكون سفير يهتم بشؤون الطالب، يبرز يرفع صوت الطالب للجهات المختصة، ولكن كان كسلفه الأقوى وجهان لعملة واحدة. نحن ندور في حلقة مفرغة، لا نعرف ما هو السبب في هذا الموضوع الذي نحن فيه، تأخير المستحقات وعدم صرفها في الوقت المناسب. بالأخير نحمل المسؤولية الكاملة الجهات الحكومية، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي، ما يحصل للطالب اليمني في الخارج. كفى مستحقات مستقبل الطلاب، يستطيعون أن يشكلوا لجنة بدل السفريات في الخارج، يستطيعون أن يشكلوا لجنة للوصول إلى هذه الدول وحل هذه المشكلة جذريا، لكن لا يريدون. أشكرك يوسف بحاج عضو رابطة الطلاب اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من روسيا. أرحب بمن ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام، عبد الحميد المحفدي رئيس اتحاد طلاب اليمن في ألمانيا، أهلا بك عبد الحميد، حدثنا عن الوضع بالنسبة للطلاب اليمنيين بشكل عام في ألمانيا. السلام عليكم. في البداية أشكركم على الاستضافة الكريمة. طبعا بخصوص الأوضاع الطلاب اليمنيين في ألمانيا، فالوضع لا يختلف عن بقية البلدان، الوضع صعب ومأساوي وتزداد حجم المعاناة من ربع إلى ربع، حيث الآن متأخرين نحن في ألمانيا كبلد يعني متقدم ربع على بقية البلدان نتيجة للمعونة الألمانية التي قدمتها الخارجية الألمانية، فالآن متأخرين 3 أشهر. وكطلاب متواجدين في بلد بيوقراطي يستلزم على كل طالب دفع مستحقات شهرية مؤقتة بتوقيت معين، إذا لم يتم دفعها تتراكم الغرامات وتتفاقم المشكلة على الطالب، مما يضطر إلى تأخير دراسته والذهاب للبحث عن عمل. إضافة إلى أنه هناك كثير من الطلاب، طلاب اللغة وطلاب السنة التحضيرية، الذي لا يحق لهم العمل في ألمانيا، والذين يعانون معاناة كبيرة جدا جدا جدا. وأصبحت الآن مصداقية الحكومة اليمنية أمام الجهات الألمانية للأسف في وضع محرج، حيث الآن الحكومة الألمانية في قبل 4 أشهر أصدرت قرار بعدم قبول قرارات الابتعاث من التعليم العالي أو من الحكومة اليمنية.
الآن لدينا حاليا وخلال هذا الفترة القصيرة التي مضت، أوائل جمهورية السنة الماضية لم يستطيعوا القدوم إلى ألمانيا، بالرغم أن لديهم قرار ابتعاث موقع من رئيس الوزراء، ومع ذلك تم رفضهم في السفارة الألمانية لمجرد أن الحكومة اليمنية لم تعد لديها مصداقية لدى الحكومة الألمانية. هذا بحد ذاتها، لو المشكلة هذه موجودة في بلد يحترم نفسه ويحترم حقوق أبنائه وحقوق طلابه لقامت الدنيا ولم تقعد. يعني أنا للأسف أصبحنا يعني نمل، وبحت أصواتنا وتقطعت أوداجنا ونحن نصرخ ونتكلم في كل ربع عن حجم هذه المعاناة، وللأسف لا يوجد أي تجاوب. أنا من هذا المنبر أحب أني أبلغ كل مسؤول أنه الوضع الحالي لن يتم السكوت عليه. التصعيد سوف يأتي سواء من ألمانيا بمعية بقية الدول أو بألمانيا مفردها، ألمانيا بمفردها، لأنه الوضع الحالي وضع سيء جدا ولا يمكن للطلاب أنهم يستمروا عليه مهما كانت الظروف. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي عبد الحميد. أعود إلى الدكتور عبود التميمي رئيس رابطة موفدي الجامعات بماليزيا. هذه الإشكاليات جميعها كيف ترى أو كيف يرى الطلاب أنه سيكون الحل في ظل الممكن أيضا في نهاية المطاف؟ بكل صراحة معظم موفدين الجامعات إن لم يكن السواد الأعظم منهم قد وصلوا إلى مرحلة من اليأس ومرحلة من الإحباط لا يمكن تخيلها. وتعلمون أنتم ويمكن قد سمعتم عن بعض حالات الانتحار التي حدثت. وعلى هذا الأساس من خلال منبركم الكريم نوجه رسالة واضحة إلى كافة المعنيين سواء في السفارات أو الملحقيات أو في الوزارة في الداخل والمسؤولين رئيس الحكومة رئيس الوزراء ونائبه ووزير التعليم العالي. سوف تصل الأمور إلى طريق لا يمكن تخيل أو توقع عواقبه. معظم الزملاء والزميلات وصل بهم الحال إلى أنهم مستعدون لعمل أي شيء لأنه لم يعد هناك ما يخسرونه بعد ذلك. نحن نوجه رسالة ليس الغرض منها التحذير بقدر ما الغرض منها توصيل مدى فداحة الوضع الذي وصل إليه موفدين الجامعات. يوجد من موفدين الجامعات والجهات الأخرى وموفدين التعليم العالي في ماليزيا من لا يجدون لقمة يومهم، لا يجدون كثرة خبز، يوجد من لا يستطيع أن يشرف ابنه أو ابنته أو زوجته، يوجد من لا يجد حتى ما يأخذ رسوم أجرة سيارة إلى مبنى الملحقية الثقافية أو السفارة، بينما يلتزم المسؤولين الصمت المطبق بشكل غريب جدا لا يمكن أن يتقبله عقل، وكان كوكب آخر غير الكوكب الذي نحن فيه. لا توجد أي استراتيجيات واضحة. سنة أو سنتين كاملتين لا يعقل أنه لا يوجد مسؤول واحد في الوزارة أو في رئاسة الوزراء لا يستطيع أن يضع تصور واستراتيجية لإيجاد حلول لهؤلاء الموفدين، بالرغم أنه تم إصدار قرارات بعدم اعتماد أي إفادات جديدة وأي ابتعاد جديد. فلماذا لا يتم الحصر؟ ولماذا لا توجد آليات عمل؟ ولماذا لا توجد استراتيجيات؟ إلى متى سوف يظل هذا الوضع؟ إلى متى سوف يظل الموفد اليمني ذليل وهين وبدون كرامة؟ أشكرك رئيس رابطة موفدي الجامعات بماليزيا دكتور عبود التميمي على تواجدك معنا في هذه الحلقة. أرحب مشاهدينا الكرام بعلي البطاح عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج. إذا علي، هل يعني تعتبر هذه الخطوة هذه الرسالة باكورة أعمال الهيئة التأسيسية، أو إلى أي مدى تعتبرون أن وجود الهيئة التأسيسية للاتحاد العام للطلبة اليمنيين بالخارج ككيان موحد لجميع الطلاب اليمنيين سيسهم في دفع مشكلة يعني في الدفع إلى حل مشاكل الطلاب المتراكمة؟ شكرا لك أخي وجيه، وشكرا لقناة بلقيس على يعني السعيد دائم للوقوف مع الطلبة. في الحقيقة أن وجود كيان أو وجود صوت عالي للطلاب موحد في كافة الدول
يوصل الرسالة بشكل أسرع، هذا شيء أكيد. يعني حينما تقف وحيدا في دولة من الدول تطالب بمستحقاتك لن يسمعك أحد، لكن حينما تقف في 11 دولة وتقف 18 وقفة اليوم، وغدا سيكون هناك أيضا حملة إلكترونية، وهناك كثير من الفعاليات في كل الدول، بكل تأكيد سيكون الصوت أقوى. المؤسف أخي وجيه أننا كنا نتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالب الطلاب بعيدا عن الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات، وحاولنا وسعينا في الهيئة التأسيسية منذ تأسيسها في فبراير الماضي وبمسمى اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج سابقا، بأن يكون قبل أي فعاليات أو اعتصام أو احتجاجات أن نتخاطب مع الجهات الرسمية بشكل ودي. بعثنا لدولة رئيس الوزراء جواب خطاب من الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج، سردنا في كل المطالب وهي واضحة وهي موجودة عندهم أساسا، لكن من باب التذكير، ومع الأسف لم نجد أي استجابة. يعني استطاع الطلاب، يعني مع الأسف الطلاب الآن لا يجدون أي طريقة لإيصال صوتهم إلا بالوقفات والفعاليات، وهذا ما لا نريده، هو حق مشروع وهو مطالب مطالب عادلة، لكن كنا نتمنى أن تشعر الحكومة بواجبها. لو أخذت أخي وجيه بيان صدر قبل عام أو قبل عامين ستجد نفس المطالب، ستجد نفس المعاناة، هي لم تتكرر، وكل ربع يعيش الطالب مأساة. يعني إلى متى؟ ونريد من الطلاب اليمنيين أن يمثلوا البلد خير تمثيل، ونريد أن يكونوا خير سفراء لبلادهم. كيف تريد أن أكون خير سفير لبلدي وأنا لا أجد لقمة عيش لأولادي في مدارسهم، لا أجد، أنا مهدد مثلا بالطرد من الجامعة لأنني لم أدفع الرسوم الدراسية؟ أمر معيب بصراحة. كنا نتمنى من الحكومة أن تجد حلول مثل ما أوجدت حلول لمرتبات الوزراء والوكلاء ومدراء العموم الذين لا يعانون مطلقا في وصول مرتباتهم، أن يجدوا حل للطالب المسكين المرمي في أطراف الأرض. وزادت المأساة أكثر حينما انقطعت مرتبات الأهالي في اليمن. يعني هذه مأساة كبيرة لم يشعروا بها مع الأسف. هناك العديد من الحلول بيد الحكومة أن تقدمها، قادرة أن مثلا تلزم أحد المانحين بأن يتبنى موضوع الطلاب. المبلغ ليس كبير، يعني ملايين محدودة من الدولارات في كل 3 أشهر، ليست بالمبلغ الكبير. هناك حل أيضا أن ينقل الطلاب إلى مركز الملك سلمان ويكون يعتبروا جزء من الإغاثة للطلاب، مثل ما يغاث الذين في الداخل يغاث الذين في الخارج. لكن مع الأسف نتمنى من الحكومة أن تشعر بمعاناة الطلاب في كافة الدول، مثل ما ذكر الزملاء، لن أعيد ما ذكره الزملاء يوسف وعبد الحميد وبقية الزملاء. يعني هناك مطالب ملحة ذكرت في البيان، نتمنى ألا نضطر للتصعيد أكثر وأكثر حتى نصل لمطالبنا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي علي. أعود إلى عبد الحميد المحفدي رئيس اتحاد الطلاب في ألمانيا. كنت تتحدث على التجربة، أو أن هناك يعني في ألمانيا تجربة خاصة إلى حد ما، هناك كان تمويل للطلاب من قبل الحكومة الألمانية، لماذا توقف؟ وهل من يعني ملامح لاستمرار مثل هكذا حلول؟ طبعا لو حبينا نذكر المساعدة الألمانية، هي كانت مساعدة من الخارجية الألمانية مشروطة لمدة ربع واحد، ومشروطة على أن تتعهد الحكومة اليمنية بمواصلة صرف المستحقات المالية للطلاب بشكل منتظم، وهذا كان اتفاق بين الحكومة اليمنية بقيادة سعادة السفير ووزير الخارجية والحكومة الألمانية. وعلى هذا الأساس تم صرف الربع الرابع 2016، وصرفت الحكومة اليمنية لأول مرة في التاريخ الربع الأول في 1/1/2017. نتفاجأ بعدها أنه الربع اللي بعده بدأ تتأخر شهر، وبعدها شهرين، وبعدها شهرين ونص، الآن متأخرين 3 أشهر وربما تطول إلى 4 أشهر. فالحكومة الألمانية ليست مستعدة لكي تغطي عجز الحكومة. يعني الآن لدينا حكومة هي مسؤولة بالدرجة الأساسية عن معاناة هؤلاء الطلاب. يعني الألمان في النهاية ممكن يقدموا مساعدة لمدة ربع لظرف طارئ. عبد الحميد، إذن أشكرك عبد الحميد المحفدي رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين في ألمانيا. بالعودة إليك علي البطاح عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج، هل مسألة البحث عن سبل أخرى للإيفاء بمستحقات الطلاب خارج الحكومة اليمنية سيكون أمر مجدي بالنسبة لكم، وأنتم يعني في الهيئة التأسيسية تحدث عن 11 دولة، طلاب في 11 دولة؟
بصراحة نحن لا نتمنى هذا الحل، يعني هو حل أخير، آخر العلاج مثل ما يقولوا، لكن إذا كان هناك أي تحرك نتمنى أن تقوم به الحكومة، نتمنى أن تقوم بدورها. لكن إذا استمرت المعاناة، يعني نحن الآن نتحدث عن الربع الرابع، يعني مستحقات شهر أكتوبر 2017 والحكومة تصم آذانها، إذا استمرت المعاناة لدينا أوراق أخرى، قد نذهب إلى الأمم المتحدة، سنشكل لجنة مثلا من الطلاب وتذهب إلى الأمم المتحدة، تذهب إلى المانحين، نطالب يعني بأن يتبنوا موضوع الطلاب، لأن الحكومة أثبتت أنها عاجزة. يعني مع هذا ما لا نتمناه طبعا، نحن نقدر الوضع في البلد، نحن نعرف أننا في وضع استثنائي، لكن يعني مثل ما ذكر الأخ عبد الحميد، هناك التزامات باليوم للطلاب، يعني لا يستطيع المؤجر في ألمانيا أو في روسيا أو في ماليزيا أن يصبر عليك لأن حكومتك لا تأبه به، مستحيل. هناك رسوم دراسية مثلا في مصر، رسوم 2016-2017 إلى الآن سدد لكثير من الطلاب وبقية الطلاب لم تسدد لهم. الربع الثالث في لبنان، يعني الربع الثالث لطلاب التعليم الفني في لبنان، يعني منذ شهر 7 و8 و9 لم يسلم إلى الآن. يعني هذا صراحة يجعل الهيئة التأسيسية تقوم بدورها وتقوم بالواجب المحتم عليها، لأنها يعني تمثل الطلاب، لابد أن تتبنى حقوقهم. فلا نتمنى أن نصل إلى هذه المرحلة، أن نصل إلى أن يعني نتجاوز الحكومة، ونحن لا نتمنى ذلك، لأننا في الأول والأخير نتبع شرعية فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نكون إلا لبنات بناء لهذا الوطن. لكن الجائع لا يلام، الشخص الذي يعاني لا يمكن أن تقول له اصبر. يعني نحن نتحدث عن وزراء يصلهم مرتباتهم ومسؤولي الحكومة الكبار في آخر الشهر، نتحدث عن ما سيعيشها الطالب، يعني لا نستطيع أن نستمر مكتوفين الأيدي. لكن إن شاء الله نحن كلنا أمل في أن يكون الصوت قد وصل لفخامة الرئيس والدولة رئيس الوزراء ولوزير الخارجية رئيس لجنة المبتعثين في أن يتبنوا الحقوق، لأنهم أبنائهم في الأول والأخير، يعني لم يأتوا من كوكب آخر، والمبلغ ليس بذلك المبلغ الذي تعجز عنه الحكومة، يعني تعتبرهم مشروع تنموي، وهم المستقبل وهم الأمل الذي سيبني البلد حينما يعودون، تعتبرهم أي استاذ رياضي ستقيمه أو أي مشروع تنموي في البلد في الداخل وتقوم بسداد مستحقاتهم أولا بأول. هذا ما نتمناه إن شاء الله. أشكرك عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد طلاب اليمن في الخارج علي البطاح، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، كما وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات زميل محمد عبد المغني وجميع العاملين في طاقم العمل الفني، إلى اللقاء.